سلام سلام، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير بألف خير. اليوم جبنا لكم وصفه خطيره خطيره جدا، سورتو لمحب الحار والجوع، وهذه لا غوسيت تستعمل في المطاعم. تابعوا الفيديو حتى الاخير لمعرفه سر الحميص اللي يؤكل في المطاعم مع الشواء ويكون لذيذ، مع ذكر ان الحميص عنده فوائد صحيه جيده، لانه المواد نتاوعه راه تكون طبيعية، وكذلك كل مادة راه عندها فائدة كبيرة على صحة الإنسان. وهو كان ذلك يؤكل في فصل الشتاء والخريف لحماية من الأمراض مثل نزلة البرد وبعض أمراض المعدة، وكذلك تنشيط الدورة الدموية. ما تروحوش بعيد، بصح قبل تقديم الوصفة ما تنساوش الاشتراك والتعليق والجام. السلام عليكم، اليوم جبنا لكم وصفة جزائرية 100%، هي عبارة عن الحميص. شكون فيكم اللي ماكلاش الحميص؟ سيغ كاع لا ماجوريتي تاع الناس كلاو الحميص، ولو في المطاعم كي نحط توجور مع الشوا ويجي الحميص حار. اليوم درنا لكم وصفة تاع الحميص، كيفاش تحضروهم في الدار وكيفاش كونسيرفوه لمدة طويلة مع وقت الخريف ووقت الشتاء. واحد الإنسان لازم له يأكل شوية حار، مي بطريقة جد متألقة. اليوم هذه القضية، قضية الحميص جا حار بل بزاف، بصح جا بنين، مع درنا له زيت الزيتون، جا حاجة مانيفيك. الو، عندكم هنا الطريقه، عندكم انا درت كميه تاع 3 فلافل، الفلفل الحلو والفلفل الحار، وهذه لكم شوفها مقطعه، هي صح فلفله بصح فلفله حاره. ما تامنوش لسانكم، اللي يبغي الحار لازم ما يدوق هذه الفلفله، هذه الي فريمون اكسيبسيونيل، اي سورتو الي بيو باسكو جبناها مجنان. عندكم 3 طماطم، عندكم الثوم تنقوهم وتعدلوهم، ديروا قحد المواد دون سان بلون دو ترافاي باش تقدروا تخدموا اليز، وتقطعوهم كيما راكم تشوفوا هنا في الفيديو تتقطع. الحار اذا كان الحار بزاف تقدروا ديروا قفازات باش ما يديكم ما يقعدش فيها الحار. هذه طريقة بداية طريقة تحضير الحميص. بعد ما نكونوا قطعنا كاع هذه المواد، نجيبوا سنياوة ولا سني ولا جوغ تاع بيغاكس، نديروا فيها شوية زيت نباتي طبيعي نورمال، ونحطوا فيهم كاع هذه الكميات، وغادي نديروها في الكوشة لمدة 10 دقائق ولا غير قد ما الفلفل هذاك شغل غير أبان باش يتنحى له هذاك الماء. السر تاع الحميص هو مادام هي نشف من الماء، مادام هي نقدروا نكونسيرفوه لمدة طويلة. ما نديروش الثوم في الكوشة، غير الملاحظة الثوم ما يندرش داخل الكوشة وفقط، سينو كاع المواد نديرهم في الكوشة على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق، عقد ما هذاك الفلفل اللي يطيب غير شوية. سينو تعرفوا بعض الفوائد تاع الفلفل الحار وأهمية هذه كافية تاع الحميص، باسكو عندنا خليط من الفلفل الحلو والفلفل الحار، الثوم والطماطم، وهذه الخضر لها فائدة كبيرة على جسم الإنسان، وكذلك الفلفل الحار لأنه هو ينحي الجراثيم الموجودة في المعدة ويسخن الجسم، مع أنه هنا في وقت الخريف والشتاء. وحاجة أخرى لازم تتوافوا، كما ناس الشرق ناس الصحراء يديروا الحار بكميات معتبرة، ولكن كاين حاجة أخرى نقولها لكم. بعد ما قطعنا هادو كاع نديروهم في هادي بيغيكس عادي، تحطو كاع المواد وتخلوهم في الفرن لمدة 10 دقائق، ونعاودو نولو الفرن
بعد من خرجهم من الفرن نقوم بتقطيع المكونات جيدا، نديرهم في كسكاس باش ينشفوا مليح من الماء الزائد، ومن بعد نديرهم في المقلاة ونزيد عليهم زيت الزيتون. السر الأول للاحتفاظ بالحماس لمدة طويلة والنكهة نتاعها تبقى هو هذاك الفلفل، وهذه الكميات بعد تقطيعها نشفوهم من الماء. السر الثاني وذا كمية معتبرة من زيت الزيتون وبعض التوابل، هذه من اختصاصي أنا، هذو اللي نديرهم زيادة على الوصفة. ندير القزبر مطحون، ندير الغمارة مطحون كذلك، وندير فلفل أحمر، نديرهم فين على نار هادئة، يقعدوا غير واحد الخمسة دقائق بس يزيدوا ينشفوا من الماء. كما قلت لكم التوابل، وعلى فان نحطوهم في طبق التحضير ونزيدو لهم زيت الزيتون. عملية تصبير الحميس نديروهم في علب من الزجاج، نزيدو لهم زيت الزيتون، نبلعوهم بيان ونكونسيرفوهم في الثلاجة. مساحتكم.